حنا متحالفين وحنا مالين نعس كان تنس شحال في بوت مهرة بوت مهرة اللي تصبر مول العرس دائما كيصبر حنا هما اللي كنقودوا الحكومه اليوم وحنا اللي اختارينا الحلفاء ديالنا راه حتى واحد ما فرض علينا شكون معاه من غادي نتحالف وحنا اللي اختارينا ان هذوك الاحزاب يكونوا في المعارضه لان كلهم جاوا الاغلبيه ديالهم جاوا بغاو يكونوا في الحكومه فبالتالي حنا كنتحملوا مسؤوليه هادشي دونك معنا اليوم الاستقلال ومعنا البام على المستوى الوطني البرلمانيين ديالهم كيصوتوا معنا منضبطين معنا دايرين معنا يد الله وهازين معنا الثقل الوزراء ديالهم خدامين معنا وكيهزوا معنا يعني الحمل الثقيل وكذلك كياكلوا معنا العصا ما كاينش مشكل ملي كتشوفوا شي حاله على المستوى المحلي ولا الجهوي عرفوا بان يا شي واحد عنده شي مصالح شخصيه ضيقه بغى يحققها ولا شي واحد كيحس بان المستقبل ديالو السياسي غير مضمون لانكم نتوما كاينين موجودين بقوه وكديروا بلاصتكم والجذور ديالكم كيضربوا في الارض فبالتالي كيحس بان المستقبل ديالو راه في خطر سياسي دونك خصو يدير البلبله وخصو يدير لكم التشويش اولا شي واحد عنده حب الظهور وهادو كاينين وكاينين حالات لان خصو دائما يبان وباش يبان خصو يبان مخالف ولكن هادو يسيئون الى انفسهم لان غير باش يشجب عليك التاريخ انك ما عندكش الكلمه هذه بالنسبه لي انا كافيه لان انا اليوم كيسجل لي التاريخ ان غنموت معاك انت معايا في التحالف غادي نتحالف معاك على الحره على الحاره والحلوه نتشاركوا اللي كاينه كاينين لي زافونتاج وحنا رابحين نربحوا جميع خاسرين نخسروا وما عمري غادي تسمع من فمي ولا من فم هاد الاخوان كلهم اللي حاضرين معنا ما عمرنا غادي نسيئوا وهذا هو التوجيه ديالنا للمناضلين ديالنا ما عمرنا نسيئوا الحلفاء ديالنا اللي كاين في التحالف نخليوهم هما اللي عنده شي حاجه هذا نخليوه يعبر على المستوى ديالو وشنو كيسجلوا عليه المغاربه وهذا هاد السوق ديال السياسه راه في واحد الحاجه اللي كتعطيك اللي كترفع من راس مالك هو الكلمه ملي كيعرفوك المغاربه ما عندكش الكلمه راه المستقبل غيهربوا منك الناس لان بينتي انك ماشي ديال البني ماشي ديال انه بنادم يدير يدو في يدك وتموت معاه في حين انه كون كانت عندك الكلمه وكانت عندك الرجله الحقيقيه هو انه فاش الا شتيني كناكل عصاصك تجي تاكل حقك معايا لان فاش كيكون عندي وزير راه حتى انت عندك وزير اذا ماشي انا تاكل الغله وتسب المله فبالتالي على المستوى الوطني الامور جد جيده على المستوى المحلي هناك حالات ولكن لا يمكن ان نعتبرها حالات تسيء لتحالفنا لانها حالات شاده حالات شرده حالات احيانا تعاني من بعض الامور اللي هي نفسيه وماشي امور اللي عندها موضوعيه فالاخوات والاخوه كنبغي نحييكم على هذه الندوه الناجحه